السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أتكلم مع خطيبي لأول مرة؟ بداية، هناك العديد من النصائح المختلفة التي من الممكن أن تساعدك أو تساعدك في هذا الأمر. بداية، السؤال عن يومه. هذه المحادثة يمكن إجراءها كل يوم، إذ لم تكن معتادا على ذلك ففكر في مشاركة بعض الأمور والأسئلة اليومية البسيطة، مثل كيف تشعر؟ كيف مزاجك اليوم؟ وأيضا نستطيع أن نقوم بسؤاله عن بعض الخطط المستقبلية أو الأهداف المستقبلية التي يطمح عليها، التي من الممكن من خلالها أن نرى منظوره الذي يمتد إلى المستقبل، ونرى ما هو تفكيره ومخططاته المختلفة. وأيضا نستطيع التحدث عن الماضي، سواء في النجاحات والأمور المختلفة أو بعض الإخفاقات التي فشل بها والتي تكون أيضا رمزا للنجاح الحالي، فمثلا نجاحه في امتحان السياقة، نجاحه في العديد من الأمور التي من الممكن أن تقوم بفتح تلك المواضيع والتحدث حولها. فبالتالي كما نعلم بأن فتح موضوع يجره موضوعا آخر، فيتم افتتاح موضوع آخر وتتلو هذه العملية حتى ينتهي الحديث بالكثير من الكلام، وأيضا التحدث بصدق وعفوية وراحة. إلى اللقاء.